الثالث اللي هو يصير جو الكبسول، يعني اذا هذه الكبرة هذه في الكبسول، الكبسول وين في جو الكبسول، هذه كم لعبة تناكل من البزور، هاي تناكل من البزور، يميني من البيجر واللترس للتنفس آخر، مين جاي من البيجر واللترس للتنفس آخر، هذا عفوا إنه هذا الطوان، هذا الأورطة، بالبيت صحيح قسم إلى رايت وليفت، طوان إلى آخر، رايت وليفت، كل واحد يعني مع قسم إلى سيرنال إليك آرتري وإنترنال إليك آرتري. لما نعبر الإنجوال الليجمنت، الإنجوال الليجمنت بين موجودة وبين من؟ بس يعبر الإكسيرنال هو الإكسيشن، بعد الإكسيرنال يتحول إلى الفيمورال آرتري. كم يبدأ سبلاي كم برانش؟ ستة. الأول اللي هو يسعدي فوق اللي يسمونه سوبرفيشال اكسترنال ميديال آرتري، والثانية اكسترنال ابيجاسيك آرتري، والثالث سوبرفيشال ديندال آرتري والسكروتم. هذا من الأربعة الفوضى. أهم برانش رحين في الجو الإنجوان اللي جمعه 4 سنتيم، يعني 1.5 إنش، رحين نسميه بروفند الحين، مثل ما عندنا بروفند بريكياي آخر اللي يمشي ويبدأ الدم، هذا بروفند في مرض آخر اللي ينطي 4 سنتيم جو الإنجوان اللي جمعه يروح عند الترال سايد، هو عند الترال سايد. هذا بس يعبر يصير رحين في ميديوم لاترال سيركمفلكس الفيمورال آرتري، وللريفرشمنت مالتكم انه هذا البروفند رايحين به از افور بيربوريتر، 4 بيربوريتر من بوستيريور مسحة. زين هذا الميديال واللاترال هم الذمين بلستر لايف للفيمورال جين. هذا الحكي جاي نحكي وين؟ حول التروكنتريك ريجين، مثل ما عندنا هنا anterior posterior circumflex humeral artery اللي يغطي السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، هنا نفس الشيء medial lateral humeral circumflex artery اللي يغطي التروكنتريك ريجن. هذول راح يسوون تو فلكسز، واحد سب كابيتال جوا الهيد وواحد هيك، لان يسوون انستموسس هنا كلش قوي. من هاي الانسيموسس راح تطلع 4 برانشات تصعد لفوق، هذين يتحدون فيما بينهم ويسوون 4 برانشات يزودون الهيد. فماجوريتي اوف ذا بلستر لايف هي من الريتيناكيلا. ولذلك مثل ما قلنا لكم ليش البيرنز ديزيز يصير بعمر 3 الى 7 سنين؟ لان هذا منتهي، هذا يجي من ورا 7 سنين. إذا يعتمد مينلي على الانتداكرة من البزر. أي ضربة هنا راح يصير سينوفايتس، صار سينوفايتس ارتفع البلد برجر انسايد الكبسول، راح يسد الفين، يجي بلد وما يرجع. إذا زاد البرجر، زاد برجر إلى أنه الارتري هم يصير فيه انجل أو ابستراكشن. يروح من السبلاي للفيمورال هيد يصير فراكشر ديفيما، فراكشر ديفيما بس صار هنا راح يطلع بلد، راح يصير تمبلنج افكت، راح يسوي برجر على البلد فيزل اللي هي اصلا قسم تون وقسم نون تون، راح يسوي ابستراكشن، راح ينتهي الافاستونيك بروسس. يبقى هذا الانترنال اليك ارتري يزود تركي السيلة طبعا يشتري، لأنه هنا عندنا الأنستوموس يسمون روكات تركي أنستوموس، وهنا الكروشية الأنستوموس روكات تركي أنستوموس راح يجي برانشين من الانترنال إليك،
اللي هو سوبرفيشال اللي يدندم عارفه زود ويا الميديال والفنترال سيرال كومبلكس عارفه وهنا راح يشترك بس واحد اللي هو الانفيريا فهذن اشتركن بالسيرنا والميديال عن طريق الاستموس لاراندي هي بقى مثلا نجي نسبه واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سادس وين شو يسمونه وين جوه هاي هذا استمر يستمر هذا في مره واحده راح يستمر صحيح هذا في مره واحده يستمر الى ان يروح بوستيريا في يسوي اوبليك يعني يعبر بال الادكتر هيعقص وين البرانش؟ برانش هنا الاخير قبل لا يدخل الادكتر هيعقص هنا راح ينطي يسين في الجي في الارض اللي تعملوا لي فقط يسوي اثنين سموس حوالي اثنين ست برانشات موجودة بالفيمورال أرتري. زين تمام؟ 6 برانش.